تمثل رئيسة وزراء تايلاند يانغ لاك شيناواترا التي تواجه منذ أشهر حراكا في الشارع يطالب باستقالتها أمام المحكمة الدستورية التي تتهمها باستغلال السلطة في إجراء يمكن أن يؤدي إلى عزلها. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون إنتاشان أن المحكمة ستصدر قرارها الأربعاء بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية. وقد وصلت يانغ لاك إلى المحكمة توضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها.